يوم راح ينفجر راسي. ما يخالف هسه نشوف لك الضغط ونعرف شنو العلة. اي والله دكتور. لا 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 ساعدون ساعدني. شو ساعدك؟ هي البجامة النفخت. ما يخالف هسه بس خل دفش دفش بس شوي راح افتح الدقمة. ارتاح؟ اول نيابة شيكني زين في دول. قلت لك يا حبيبي يا سعدون الضغط عندك شوية هابط. شلون؟ يا ستار شكو؟ ضغطي هابط يعني بداية النهاية. يوم يمه اليوم هبوط باكر سكر وراها قلب يعني يوم أنا راح أنتي. اسم الله عليك يمه وليدي راح يروح من عندي يمه. ولك يمه منين جاك الضغط؟ منين؟ اجانا من الجوارين يوم. منين اجى يعني غير من ضغط الحياة يوم؟ الحياة ضغط علي بمنقنة مال بواري وحس واحد خانقني. يابا يابا على كيفكم شو مكبرين الموضوع انتو. ترى ما يسوى عادي هبوط بالضغط. شلون شغلة عادية؟ هذا مرض وراثي. عمي محمود اشتغل بالكهرباء صعد عتير مال الكهرباء لزمت الكهرباء الضغط العالي وتكربس بالقاع. وبابا هذا الشعلي بهذا؟ ايش هي بس هاي؟ نسيت خالتك كريمة شلون ماتت بالضغط؟ دخلت المطبخ تسوي الغدا انفجر عليها جدر الضغط وماتت. وحمودي صديقي حمودي ضاغطهم ليش سمى بهالاسم؟ كان عنده ضغط وكتله بمكان. يابا ترى انت كلش مكبري هالشغله. الامر جدا بسيط، جيبي له قلاص لبن مالح وينتهي الامر. اي تقولها من البدايه يا عين. إذا على اللبن سهلة هسا راح أجيب اللبن وأجي. آه معود إذا هيك سهلة. عمي تطيتني مجال بعد ما قلت لك هبوط بالضغط. شو انطفى الضوء والجاني ضوء مدري منين تعرف يعني وصار البيت كهف شكو شن شنو الموضوع. أنا شوية حريص يعني أنا أتابع حالتي الصحية دائما. وهذا قلاص اللبن أشرب يوم عاشتي يوم عاشتي هنو مريا وليدي هسا أنت لا تنفخ بعد. لا لا أشرب يلا يعني شوية شوية بعد شوية مقدار بعد شوية قليل اشرب. شو شو بلعومي عار صار شو السالفة؟ بيملوحة خليتي؟ اي بي بي عفية. ها هسه بالله تشيكني؟ خلا تشيك بس مدلي ايدك هاي على كيفك على كيفك خل نفتي شوية شبيه. حار عبالك ما يخالف ما يخالف هو مو لسانك يمرمر صح؟ بس لحظة لا تيجي هسه زين مستحيل الضغط عندي هواية صعد. انت جايبت له يما مثل ما قلت لي لبن يوم انت من جابط اللي جبتي